تلعبوش. مالها وردة يا عم عبدو؟ دي مش وردة وبس يا ست هانم، دول العيال الأربعة يا ست هانم، شوطة وجت في العمارة كلها، ربنا يكفيكي شرها. اسمع يا عم عبدو. نعم. فوت على كل الشقق، أي حد تعبان يجيلي. دي العمارة 45 شقة يا ست هانم. حالة إنسانية يا أخي، والكشف النهاردة مجانا، ها؟ ربنا يحرمناش منك يا ست هانم. يلا يا ولاد. يلا. اتفضل يا عم عبدو، دخل العيال. ليلى؟ ليلى؟ ايوه ليلى. ليلى؟ ليلى ده احنا هنعمل عمايل. ايه؟ ايه ده؟ احنا مش متفقين نحدد النسل؟ دول ولاد البواب عيانين وجايباهم عشان اشوفهم. اتفضل اغلي لي الحقنه دي بسرعه. خلاص خد. خلاص ايه؟ غلي. امسك الحقي. نار نار نار. الله ايه ده؟ ده بقى اعصابي نار. امسك الحقنه، امسك العلبه احسن حاجه. وبعدين بقى بقول لك اغليها على البوتاجاز عشان ادي الولاد الحقن. الدكتوره ليلى عندها النهارده الكشف بلاش، اذا كان عندكم حد عيان يجي. انت متاكد؟ ايوه متاكد. يا صفيه ورايا. نعم. الدكتوره ليلى عندها النهارده الكشف بلاش. قالت لك انده العازب اللي فوق انا شخصيا. لا، عشان سكان العماره كلهم. مغفل. امشي. مشينا. ده عشان عايزة تتعرف عليا أنا. شاطر شاطر. يلا يلا روحوا بقى، تناموا لمدة 3 أيام، محدش يجي هنا خالص بعد كده. ليلى مراتي حبيبتي قلبي عينيا كبدي. لا وبعدين بقى ما تخلي شويه يا احمد الله. اخلي انا اخلي هو انا هخلي حاجه؟ و39 يا احمد بيه. يا ريتهم كانوا 39، دول 24 مفيش غيرهم. وكمان بتقول 24؟ شفت اتخضيت ازاي؟ امال انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ الله يكون في عونك. لا ولا يهمك، انا قدها وقدود. لسه قدامي 12 ونص. نص؟ اه قصدك اللي عامل كده. ماشي. ليلى؟ ليلى؟ لا ما تسيبنيش لوحدي بقى، ليلى؟ ليلى! قولي لهم عزلوا. ايه يا معلم؟ مفيش؟ مفيش ازاي يا ست هانم؟ دي الناس تفصح حتى في العيا، اتفضلي. نهارك سعيد يا مدام. اهلا اهلا. ميرسي يا مدام. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا ويا مدام. العفو اتفضلوا. ميرسي يا دكتورة. العفو اتفضلوا. ايه ده؟ 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 وعيانين وجايين عليكم. طب اسمع. سلمتها ام حسن. الله خير، وقفت ليه؟ اتفضلوا انزلوا. يلا خدوا تاكسي تاني. تاكسي تاني؟ ليه؟ هو ده خلص؟ انا خلصت. ايوه خلصت. عايز الحساب. حساب؟
الحساب يوم الحساب. يا استاذ انا تعبان ومش عارف اتلم على عصاب. طب استريح انت واسوق انا. العداد 5 جنيه و50 قرش. قلت ايه؟ حاضر اتفضل. ايه يا استاذ؟ شوف لي معاك 5 جنيه. نعم 5 جنيه سلف. ولما نكتب الكتاب نبقى نتحاسب. والله بقيت بنك التسليف. اتفضل. ايه الشوارع القاهرة قال ربنا يشفي. ده كل بايه ده؟ رزق. بس تعرف والله هيوحشنا. بقول ايه؟ حسابي انا عشان اروح. تروح فين؟ استنى ما نركب تاكسي تاني. ها؟ تركب لوري؟ انا اركب اي حاجة بس خلصني. لوري لوري. ممكن من النبي يا اسطى تاخدنا معاك؟ يا مرحب. اتفضل يا استاذ. الو. ممكن اتفضل. السلام عليكم. والبيف اسمي ايه؟ انا بحار. يعني مش بوليس؟ لا. طب حس كده بقى مساء الخير. طب وربنا انا افتكرت حضرتك منتهى ولا مؤاخذه. ده المأذون بتاعي. كده؟ جود ايفنينج. جود ايفنينج. يا محاسن الصدف. طب وربنا انا دايخ طول النهار وعمال ادور على مأذون. ليه؟ خير يا اسطى؟ اصلي انا نويت غير مقاطعه ان شاء الله كده اتوكل على الله. تتجوز؟ لا اطلق. حسبي الله ونعم الوكيل. انا خلاص تهقت. في الحاله دي لابد من الاصلاح. اصلاح يا استاذ وتكسير يا استاذ. ده المأذون بتاعي وانا حاجزه من الاول. ايه حاجزه دي؟ اتوبيس. طب تراهني ان انا هطلع النهارده؟ طب تراهني انت ان شاء الله هتتصلح؟ هتتصلح. طب تراهنوني بقى ان انا مش هتجوز النهارده. مراتي